فاز الأهلي على البنك الأهلي في الخطوة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية. فاز على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وانفرد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني فريق فيوتشر. الأهلي في الصدارة، فيوتشر في المركز الثاني، وخسر الزمالك من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ليبتعد في جدول الدوري إلى المركز السادس، وبالتأكيد يسبقه بيراميدز والمقاولين وفيوتشر وأيضا النادي الأهلي. بالتأكيد منافسة قوية جدا في الدوري العام، ومن خلال برنامجكم طبعا في كتفك يا أهلي عبر موقع يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس، بالتأكيد برحب بيكم في البداية، وبرحب أيضا كمان بصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كريم. ازيك يا محمد؟ أهلا بيك. إيه الأخبار؟ الحمد لله. طبعا أكيد زي ما قلنا أهم شيء في مباراة البنك الأهلي هو الانتصار. ليه؟ لأن النادي الأهلي مهم جدا جدا إن هو يسافر المونديال وهو مأمن صدارة الدوري، تحسبا لإيه؟ تحسبا لضغط المباريات اللي إحنا عارفين إن هو هيحصل بعد نهاية مونديال الأندية إن شاء الله يوم 11 فبراير القادم. وبالتالي الأهلي عنده 5 مباريات هتتأجل له، 5 دول يا محمد، مع طبعا في ماتشين هيتلعبوا بسرعة في دوري أبطال أفريقيا. إن الأهلي هيلعب الهلال وسان داونز في أسبوع، هيلعب في مودرمان بعد يلعب هنا في القاهره، ماتش ده في اسبوع واحد بسبب برضو ماتش سان داونز هيتاجل له. فكم مؤجلات بتحصل بسبب المشاركه في مونديال الانديه، سيناريو اتعودنا عليه خلال السنتين الاخيرتين. وبالتالي انا في وجهه نظري يعني الثلاث نقط امام البنك الاهلي اهم من الاداء، اهم من الاداء. عارف ان في يعني بعض كان بيتكلم يعني كريم الاداء النهارده مش حلو، التغييرات كتيره في المراكز، شفنا محمد فخري بيلعب باك يمين، شفنا خالد فتاح بيبدا باك يمين بعد كده بيروح باك شمال. انا في وجهه نظري في الوقت الحالي يعني يجب غلق، خلاص انت عملت التارجت وامنت الصداره وده المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين. عندك ملف قوي جدا هو ملف مونديال الانديه في قرعه ربما يعني لن تتكرر كثيرا، في سواء في ترتيب المباريات او حتى اسماء المنافسين المرشحين لمواجهتهم. يعني طبعا اوكلاند احنا لعبناه قبل كده وعارفينه، طبعا اكيد مع اختلاف الاسماء يعني، بس برضو ان احنا زي ما كنا بنتكلم محمد انا وانت في الحلقه الاولى من في كتفك يا اهلي مع جي ال سي، واتكلمنا وقلنا ان احنا كعبنا مش حلو مع انديه المكسيك، فان احنا لاعب فريق امريكي يخلي شويه ايه المنافسه سهله، لان احنا طبعا اكيد بنتارجت الوصول لمباريات ريال مدريد في السيمي فاينل. اكيد في كتفك يا اهلي النهارده عندنا اكتر من موضوع، وعندنا كمان مفاجآت. هنتكلم على مباراه الاهلي والبنك الاهلي، وهنتكلم على الملف التحكيم، وعندنا النهارده مفاجاه بخصوص اول مباراه للاهلي في افتتاحيه كاس العالم للانديه، ودايما هتبقى معانا كل الاخبار الحصريه من خلال في كتفك يا اهلي مع جي ال سي سبورتس ومن خلال صفحه وموقع يلا كوره. لكن نبدا مع بعض يا كريم بالحديث عن ملف التحكيم، وكانت في احداث ساخنه خلال ال 24 ساعه الاخيره. طب ملف كلاتنبرج، واكيد في مفاجآت قبل الاجتماع الطارئ لاتحاد الكره اللي هيخبطها خلاص خلال ساعات. طبعا بنتكلم ان انا فكت نظري بصراحه يعني كلاتنبرج حصلت ما يشبه المؤامره من الحرس القديم للحكام في او يعني الاسماء اللي مسيطره على لجنه التحكيم في اتحاد الكوره، واستطاعوا ان هم يطفشوا الراجل ويزهقوه في شغله. انا فوجئت نظري تجربه كلاتنبرج فيها يعني ايجابيات كتيره جدا جدا جدا. في اخطاء حصلت ولكن ليست كارثيه زي ما شفنا في اخر موسمين كل امانه. مظبوط، في اخطاء لكن انا اسف يعني مش كارثيه. كلاتنبرج قدر ان هو يطلع اسماء جديده، قدر ان هو يعمل حرك المياه الراكده زي ما بنتكلم ونقول. انا شايف ان الحرس القديم تكاتل ضده، زهقوه في عيشته. للاسف بيان اتحاد الكوره في وجهه نظري كان مؤسف للغايه. اكد الكلام ده. واضح جدا ان اللي كاتب البيان فرحان. واضح قوي يعني احنا كاعلاميين نفهم الكلام ده كويس، وعندنا القدره شغلتنا ان احنا نقرا ما بين السطور. اللي صاغ هذا البيان هو سعيد برحيل هذا الرجل، وكمان هو اخطا خطا كبير جدا جدا في صياغته. الراجل بيقول لكم يا جماعه انا مش محمي اعلاميه، سواء قالها لكم بشكل مباشر او قالها للمحيطين بيه، فانت ترد عليه تقول له انت حصلت لك مشكله في الشارع ولو عندك اي مشكله روح قاضي اللي يضايقك، انت بتقول ايه؟ الراجل بيقول لك انا مش محمي اعلاميا، مش حاسس بعدم الامان في البلد، تدخلته في سكه ملناش دعوه بيها خالص. الراجل بيتكلم على يعني مساندته في الاعلام، خصوصا هو كمان يعني واضح جدا ان هو بيتم التعرض لشخصه كتير. ايا كان اتحاد الكوره واضح ان هو يعني القرار ده كان بيتاخد
زي بالظبط يعني ما شفنا برضو قرار نادي الزمالك باقاله او بتوجيه الشكر لفريرة وبتاخد من فتره، واحنا قلنا يعني السيناريو بيتم ازاي. انا اشوف ان يجب حتى لو كلاتنبرج ماشي يجب الاستمرار في الاستعانه باحد الاسماء الاجنبيه، واكيد مش ايدي ماي اكيد يعني. ده قصه تانية خالص اكيد يعني مش ايدي ماي. بس قبل ما نروح لايدي ماي برضو عايز اسرد لك بعض النقاط عشان تبقى طب. الناس عارفه معانا ايه اللي حصل. طب. اولا الاتحاد الكوره قال ان مارك كلاتنبرج مشرف على كل تعيينات الاقسام الاربعه، اولا ده مش صحيح. الراجل مسؤول بس عن الدوري الممتاز والاتفاق معاه كان كده، ده واحد. اتنين اتقال ان الراجل خرج من جروب الحكام ومبقاش ليه علاقه خالص بالتعيينات. ثانيا هو خرج من الجروب فعلا، ولكن لغايه امبارح كان متواصل مع الحكام لدرجه بشكل فردي، لدرجه انه حتى احد الحكام الدوليين الكبار كانت وقف في الجوله الحاليه، والكلام ده لاول مره اقوله ما حدش سمعه قبل كده. اتوقف عن الجوله الحاليه، واللي وقفه مارك كلاتنبرج نتيجه بعض الاخطاء الفنيه، وكان في تواصل مع الحكم عشان يعدل من اخطائه في الفتره اللي جايه. صحيح كمان موضوع التعيينات هو مش مشرف عليها بنسبه كبيره، بيسيب ده للمسؤول عن التعيينات، مره كان محمد فاروق ومره توفيق السيد ومره احمد ابو العيله، ولكن الراجل ما ابتعدش بنسبه كبيره. المفاجاه بالنسبه لنا ان هم قالوا انه قدم استقالته، وانا تواصلت مع مارك كلاتنبرج النهارده وسالته، قال لي مش هتكلم الا لما يعملوا مؤتمر صحفي ويقولوا ايه اللي عندهم واشوف قرارات الاجتماع الطارئ، بعد كده انا عندي كلام كتير هقوله. فيبدو ان لسه المسلسل فيه تفاصيل اكتر خلال الفتره الجايه. كريم، واضح جدا طبعا ان احنا هنبقى على موعد مع تصريحات ناريه من كلاتنبرج، تقريبا هتكون على شاكلة تصريحات كيروش برضو لما اختلف مع الاتحاد، وشفنا كيروش بيتواصل مع عدد من الصحفيين المصريين وبعت لهم بيانات عبر الواتساب، وطالما ان هو يعني الاتحاد دخل معاه في ازمة عقدية خاصة بالعقد بتاعه، انا في وجهة نظري كلاتنبرج برضو هيخش او هيسير في نفس الطريق وهيكشف عن حاجات كتيرة كنا ما نعرفهاش، واعتقد خطيرة جدا، لان هو فعلا اكيد كلاتنبرج كان مطلع على اسرار كتيرة داخل لجنة الحكام في الاتحاد، عنده تفاصيل كتيرة وهننتظر ونشوف. موضوع ايه زي ما بقى، دي كانت المفاجأة. شخص ما مصري في احدى الادارات، مش اللجان، في احدى الادارات في الاتحاد الافريقي، هو اللي عرض الاسم بشكل ودي على مسؤول الرابطة وعلى اتحاد الكورة، لكن لم يتم التواصل مع ايدي ماي. فهل ممكن يحصل ده؟ اتمنى ما يحصلش. انت عارف اعتقد ايدي ماي صعب. طبعا اعتقد بعد يعني الهجمه المرتده اللي حصلت من عدد من الاعلاميين المصريين النهارده على مجرد طرح اسم ايدي ماي، اعتقد اي شخص يعني هيخاف وخلاص. اعتقد حتى اتحاد الكوره بداوا في تسريب بعض الاخبار ان ايدي ماي مش مرشح لرئاسه لجنه الحكام، وبالتالي خلاص الحد دي هنفهم. بس ايه السؤال؟ هل اسماء الحرس القديم هترجع؟ توقعاتك مين؟ هل ممكن يبقى مصري ولا يبقى في خبير اجنبي تاني؟ انا بصراحه انا ما اشوفش في اي اسم مصري في الساحه حاليا قادر على تطوير الحكام، مستحيل. هم كلهم يعني بيشتغلوا بنفس الطريقه وكلهم اداريا عندهم مشاكل. انا بشوف ان يجب الاستمرار في الاعتماد على اسم اجنبي هو ده القادر على تطوير الحكام. واحنا كنا قلنا يا جماعه ببساطه احنا مش هنالف، احنا هنقتبس التجربه السعوديه في لما جابت كولينا وهو مسك لجنه الحكام وحضر لهم جيل. يعني انت ما بتجيبش الخبير التحكيمي الاجنبي ده عشان يدير بس، لا هو بيعدلك باسلوبه وبيحط خطه طويله الاجل في خلال 4-5 سنين، يبقى انت عندك كوادر تقدر تدير لجنه بعد. لكن حاليا احنا عندنا كوادر ما عندناش، احنا اصلا ما عندناش كوادر دي للاتحاد، يبقى عندنا كوادر دي لجنه الحكام. صعب. طيب ننتقل لمباراه الاهلي والبنك الاهلي، والنهارده يمكن كولر عمل تغييرات في شكل الفريق بسبب الاصابات والغيابات، ولكن دفع بعدد اخر من اللعيبه اللي كانت ممكن تحتاج ان هي ترجع تخش ماتشات قبل السفر الى المغرب. شفت المباراه ازاي والتكتيك والنتيجه؟ اشوف النهارده بصراحه اكبر مكسب لي النادي الاهلي مروان عطيه. كنت يعني منبهر جدا جدا بادائه في نص الملعب، ومبسوط ان اخيرا النادي الاهلي بقى عنده رقم 8 بجانب عمرو السوليه، وكمان مروان عطيه اللي تشوف اداؤه وشوف اسلوبه الورك ريت عنده عالي، يعني لعيب متحرك ما بيتمشاش. صحيح، استحاله احنا دايما بنقيس الورك ريت يا جماعه بحركه اللاعب والكوره مش في رجله، بيعمل ايه؟ معظم اللعيبه بتحب تتمشى ان هو بيكسل، مروان عطيه لا بيجري وبيحلق وبيغطي على زمايله وعنده حركه كويسه في نص الملعب. واشوف كمان من اسلوب اداء محمد لو كولر حب يستخدمه في مركز 6 يقدر يلعبها، يعني مروان عطيه واضح انه بيلعب 6 وبيلعب 8، فانا اشوف ان هو مكسب كبير قوي للنادي الاهلي.
اكيد طبعا النهارده اداء ما كانش بنفس الريتم النسق اللي شفناه في النص ساعه الاخيره بصراحه من ماتش الزمالك. كان برضو في اخطاء كتيره خلت البنك الاهلي في اوقات كتيره كان هو المستحوذ على مجريات المباراه. القرارات برضو لحد ما كانت فرديه في اوقات كتيره اكتر منها جماعيه. بس تاني والله انا بشوف ده طبيعي، خصوصا ان انت بتلعب المباراه دي بعد مباراه نادي الزمالك. مباراه نادي الزمالك حصل فيها تشبع جامد قوي والنتيجه كبيره والسوشيال ميديا طلعت الدنيا للسماء، فانت صعب الجيل ده حالي ما ينفعش تتعامل معاه محمد زي جيل ابو تريكه وعبد المتعب. خلاص الجيل ده هو طبيعي غصب عنه زينا كلنا، مين فينا مش ماسك موبايل، مين فينا مش بيقرا التقييمات على نفسه، كل الحاجات دي بتاثر في في في, في حماسك وشغفك حاجات كتير قوي. فانا بشوف ان كان اهم حاجه في مباراه البنك الاهلي هو الحصول على الثلاث نقاط عشان الفريق يسافر المغرب وهو مطمن لصداره الدوري. طيب هدف محمد شريف صام 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 على التهديف وفجأة الحمد لله هدفين تلاتة. وهدف النهاردة ثلاث أهداف وبقى خمسة في الدوري. شايف ده عنصر إيجابي في فكرة أن يبقى فيه استقرار ولا بقى وجود بيرسيتاو مع كهربا ممكن يحفز. هو اللي خلق منافسة وتحفيز طبعا طبعا مليون في المئة. وكلنا طبعا فاكرين تجربة عصام الحضري مع نادر السيد وعمرنا ما نسيناها، الشغف والحماس وأنك يعني تحمس اللاعبين بالمنافسة الشريفة في الفريق اعتقد احد الوسائل والطرق ان انت ترجع اللعيبه المستوى. وانا اعتقد محمد شريف عمل ده افضل وانسب يعني اكتر توقيت الاهلي محتاج فيه الكلام ده دلوقتي. ليه؟ عشان مونديال الانديه فعلا كل مباراه بفلوس يا محمد، كل مكسب في مونديال الانديه هتعدي. الماتش هتعدي. الماتش بنص مليون بفلوس. انت تكسب الدوري المصري كله هتاخد 2 مليون جنيه هو كام دولار دلوقتي مش عارف يعني، ما نجيبش اعتقد 30,000 ولا 20,000 دولار يعني حاجه زي كده، لا اكتر هنجيب يعني حوالي 50,000 دولار 50,000 دولار او 40 مثلا. هي العمله راحت نزلت 35 35 50,000 دولار هناك تكسب اوكلاند سيتي تتكايش شيك محترم من 500 تروح لمليون دولار. تكسب سياتل تروح يا خبر ابيض ده غير بقى الدعايه في ماتش ريال مدريد. ده هتلاعب ريال مدريد ماتش رسمي العالم كله من شرقه لغربه من شماله لجنوبه بيتفرج عليه، هيتفرج عليك ده ريال مدريد. هيتفرج وريال مدريد ايه فول سكواد، مش اللي هو هيجي يلعب ماتش ودي في القاهره فيلعب بالفريق الاول اول شوط ويعمل تغيير الشوط الثاني، لا ده ماتش رسمي. طب بمناسبه ان دخلت في كاس العالم للانديه ما تيجي كده نسخن مع الناس بسرعه ادينا حصريات الفريق ما هيسافر يوم الاحد. حصرياتك من المغرب. الحصريات من المغرب، كلكم عارفين ان اول ماتش للاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء 1 فبراير الساعه 9 بتوقيت القاهره مع اوكلاند سيتي. بدري بدري كده وفي كتفك يا اهلي مع جي ال سي دهانات رقم واحد في مصر، ومحتاجين تعرفوا الألوانات. الأهلي هو صاحب الملعب، هيرتدي الزي الرسمي والأساسي ليه التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، أما أوكلاند سيتي هيرتدي التيشيرت الأزرق، وبالتالي الأهلي هو صاحب الملعب وإن شاء الله كمان هيكون أكبر حضور جماهيري في هذه المباراة. حاجة تانية كمان يا كريم، الأهلي المفروض هيقعد في تطوان وهيتدرب على ملعب المغرب التطوان اللي هو ملعب سنية الرمل. هل هيفضل رايح جاي من طنجة لتطوان؟ هي المسافة حوالي 63 كيلو. لا، الاتحاد الدولي عمل حاجه غريبه، خلى الاهلي اوكلاند سيتي هيقعدوا في تطوان ويسافروا ليله المباراه بس للمبيت في طنجه عشان تاني يوم يلعبوا في ملعب طنجه. دي اجراءات المفروض هتتم على الفرق كلها اللي هتلعب في طنجه خلال الفتره اللي جايه. بس انا مش شايف يعني 60 كيلو بعيده قوي ساعة. يعني بالظبط يعني لا يعني انت لو مش على 80 هتروح اقل من ساعه يعني على حسب السرعه العربيه ماشيه على 80 او حتى على 100 هتوصل. يعني احنا بنتكلم 60 كيلو دول كانك بالظبط يعني مبيت في فندق في اكتوبر والماتش في استاد القاهره، والماتش في استاد القاهره مثلا يعني نفس اعتقد مسافه قريبه يعني. هي الفكره في حد ذاتها ليه بقى في تطوان ومش في طنجه؟ لان فوجئنا ان طنجه ما فيهاش اي ملاعب تدريب خالص. اوكي، عشان كده الفرقتين الاهلي واوكلاند هيقعدوا في تطوان. دي معلومات مهمه جدا ان احنا نعرفها ونبقى متحضرين ليها، واكيد طبعا وصلت للنادي. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان البدايه تبقى كويسه ونتفائل خير، لان احلى حاجه في البطوله دي ان هي جت من العدم، ما حدش كان عامل حسابه خالص. فان شاء الله نبقى عاملين كده زي الدنمارك 92 اللي فاكر بقى التجربه دي. الدنمارك يا جماعه كانت خرجت من تصفيات امم اوروبا 92 كان ساعتها يوغوسلافيا هي المتاهله، ويوغوسلافيا كان عندها مشاكل سياسيه كبيره جدا جدا في اوروبا، فتم استبعادها من كاس اوروبا يورو 92، وتم جلب جابوهم على البحر. كانوا بيصيفوا فعلا اللعيبه فعلا ده اتقال اللعيبه كانت بتصيف، لموا اللعيبه من على الشواطئ متخيلين، ولا بقى معسكر ولا حاجه، البس يد لم شنطتك وحط المايوه وتعالى على البطوله وتعالى على البطوله خلاص. راحوا كسبوها طبعا، فاكرين طبعا المباراه الشهيره ليهم مع المنتخب الالماني في الفاينل لما كسبوا 2-0. والله ليه لا، نتمنى الحاجات اللي بتيجي من العدم دي تبقى يعني فلها خير، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي
يعني يشرف الكره المصريه في المونديال الجاي. طيب كريم محضرنا مفاجآت في فقره السبوره، يلا بينا على فقره السبوره ونشوف بقى التحركات وطريقه اللعب وازاي مروان عطيه اتحرك من نص الملعب وراح كمل عشان يعمل الباس لمحمد شريف او يسدد وترتد لشريف ويحرز الهدف الاول. يلا بينا. ورجعنا لكم من تاني وبنتكلم بالتاكيد في فقره السبوره مع زميلنا العزيز كريم سعيد في برنامج في كتفك يا اهلي من خلال صفحه موقع يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس وبالتاكيد مع شركه الدهانات الاولى في مصر جي ال سي. كريم برحب بيك. وفقره السبوره والتحركات والتكتيك لكولر من خلال تشكيل الاهلي والتبديلات اللي تمت على مدار المباراه. طبعا نتكلم سريعا على بعض الملامح الفنيه لمباراه البنك الاهلي، ولا شايفها الملامح ايجابيه يعني. يعني واحده من الامور الايجابيه في مباراه البنك الاهلي زي ما قلت يا محمد معاك مروان عطيه. طبعا النهارده كولر بيعود لطريقه 4-3-3 اللي كان لعبها في مباراه سموحه، وواضح ان هو بدا يبقى عنده يقين قدام الفرق اللي هتنزل احتماليه انها تعمل قدامي زون ديفنس، انا هلعب لهم بتاع في خط الوسط وهستغنى عن مركز البلاي ميكر. طيب مروان عطيه في وجهه نظري بادائه النهارده والورك ريت العالي جدا جدا اللي عمله ادى كولر الحل المثالي للطريقه دي. مروان عطيه فعلا انا اول مره اشوف لاعب رقم 8 بيعوض عمرو السوليه بشكل كويس، متحرك الولد من فعلا الكوره مش في رجله، بيتحرك على طول شايف مين من زمايله بيضغط وهو بيحلق وراه بحيث اول ما اذا في احتماليه ان اللاعب المنافس عدى يبقى هو واقف كحائط صد تاني. تكملته في الجزء الهجومي شفناها في الهدف كانت مميزه جدا جدا جدا، وده الدور اللي شفناه من حمدي فتحي في مباراه نادي الزمالك. دايما كولر واضح جدا انه بيعتمد ان لعيبه خط الوسط تكمل مع راس الحربه عشان يعملوا مسانده. تحرك مروان عطيه اللي نظهر لما احمد عبد القادر قدر يتخلص بالكره في الجبهه اليسرى وان هو تتلعب له على مشارف منطقه الجزاء، اعتقد كانت سهل جدا 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 ان هو يعني يكتب اسمه في سجل الهدافين النهارده وسجل اول هدف رسمي له مع النادي الاهلي. كان حظه كان سيء ان ابو جبل صدها وراحت لمحمد شريف، كان يعني حظه افضل شويه. كمان في كوره تانية محمد يوريك قد ايه مروان عطيه ذكي في تحركاته. في كوره كانت من الجبهه اليمنى والنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي عملوا زياده عاديه داخل منطقه الجزاء، مروان عطيه عمل ايه؟ مروان عطيه وقف على مشارف المنطقه وما دخلش. ليه؟ عشان يستنى الكره الثانيه، فكانت الكره الثانيه جات له وسد التسديده بس كانت خارج المرمى. هنا بيوضح لك ان اللاعب عنده متغيرات، ما بيلعبش على سيستم واحد، ده يبين لك ان هو كان مرتاح. اللعيب اللي بيلعب على حاجه واحده ده بقى الان فعايز يبقى يعمل كل حاجه وهو واثق انه مش هيغلط، مش عايز يغلط، مش عايز يبدا، هو مش عارف يبدا لكن مش عايز يغلط. لكن مروان عطيه الدنيا سهله، انا عارف انا بعمل ايه، تحركاته وده ما تلاقيه ظاهر، لما تلاقي اللاعب اللي بيتحرك كتير بيظهر قدام في الكادر بقى شايفه. في لعيب كده بيغيب، لو غاب 3-4 دقايق تبدا تقول ايه هو فين، هو احنا مش شايفينه، الكره بتروح له. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما بيجريش كتير في الملعب. فانا بشوف مروان عطيه النهارده قدم مباراه جيده وكان من احد يعني نجوم النادي الاهلي. اللاعب الثاني عايز اتكلم عليه لعيب جوكر برضه، طبعا لعيب جوكر وبرضه صفقه جديده للنادي الاهلي وهو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح طبعا شفناه في مباراه نادي الزمالك كان بيلعب مساك، النهارده بعد بدايه المباراه رجع ليه مركزه الاساسي كباك يمين، وفي الشوط الثاني تحول ليه يبقى باك شمال. انا عايز بس اقول للجمهور والناس اللي بتحب يعني تتكلم في التاكتكس والكوره، تنوع اللاعب انه يلعب في مراكز كتيره، انت ساعات بتحس ان هو ايه هيغلط، لا هو بيبقى اوريدي المدرب عارف ان هو يقدر يعمل كده، هو ما بيفاجئش اللعيب. يعني مثلا كولر مش هيجي وقت الماتش يلا يا خالد يطلع راس حربه، ده مش هيحصل. لا هو بيبقى عارف اللاعب وعارف مواصفاته وبيبدا هو يعني يتحرك في الحاجات دي بحيث ان هو بيبقى عايز حلول ان هو يلاقي ادوات يقدر يستخدمها في المباريات المختلفه يا محمد. واللاعب دايما الجوكر لاعب محبوب لدى المدير الفني، العبه هنا العبه هنا، ده لازم اجربه. يعني ما ينفعش مثلا لو انا احتجت خالد فتاح ان هو يعمل الكلام ده في مباراه ثانيه وانا مجبر، لا وهو مجربها افضل. فدي بتضيف ل السي في بتاع اللاعب، وكمان بتبقى عند مدير فني انا اللاعب ده مأمني في القائمة، حتى لو عندي نقص في الجبهة الشمال معايا خالد ممكن يأدي فيها، لو عندي نقص في المساك معايا خالد ممكن يأدي فيها. فالحاجات دي بشوفها ان هي ايجابية جدا، وبشوف يعني تجربة البنك الاهلي والفوز كمان
هو افضل يعني شيء ان النادي الاهلي يختم بيه الملف المحلي زي ما قلنا عشان ننتقل ان شاء الله لملف المونديال. اذا افضل حاجه النهارده في التكتيكال على السبوره تحركات مروان عطيه واداء خالد عبد الفتاح حتى كمان لما انتقل للجبهه اليسرى. وبالظبط وخالد كمان خلي بالك خد افضل لاعب في المباراه، يعني خالد فتح النهارده خد مان اوف ذا ماتش من الرابطه، واعتقد هو بيأدي يعني مباراه على التوالي والناس كلها مبسوطه منه، وشيء جيد ان بدايه مشوارك مع النادي الجديد يبقى الشكل ايجابي عند الجمهور. باقي التغييرات الفكره انك بتحطهم بس في الملعب عشان يبقوا كلهم جاهزين على مباريات كاس العالم. اكيد وصدقني صعب جدا ان احنا نقعد نحلل مباراه بنك الاهلي كانها مباراه مصيريه، لا خالص، لان في حاجات كتيره يعني محيطه المباراه قبلها. انتصار كبير في الديربي على نادي الزمالك ما زال في الاذهان وخفف شويه من اداء اللاعبين، وكمان اكيد كل اذهانهم دلوقتي في المونديال، احنا رايحين نلعب والعالم كله هيتفرج علينا، ف التارجت في ماتش البنك الاهلي اتحقق. نبص بقى لقدام ان شاء الله. ان شاء الله كريم انا بشكرك، ميرسي جدا، كل التوفيق ليك وللاهلي ان شاء الله باذن الله، وفي كتفك يا اهلي، ومستمرين مع الفريق ان شاء الله، واكيد هيكون في تغطيه قبل كاس العالم باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.